اذا هذا كمان من شركه اسمها بولدور، هذا نيم بليت في عليه مجموعه من الاشياء مفيده. خلينا نطلع على الاشياء المختلفه الموجوده عليه. احد الاشياء اللي ما حكيناش عنها لحد الان هي الفريم سايز. الفريم سايز تعريفه اذا طلعت على المحرك من هون، هذا مركز المحرك، المسافه هاي من القاعده لهون بالمليمترات. فالفريم سايز بالحاله هاي مثلا 132S الفريم، حجم الفريم. حجم الفريم ما له علاقه بالضروره بالريتنج، بالباور ريتنج تبعت المحرك. حجم الفريم بيحكي لي قديش حجم الفريم اللي محطوط فيه المحرك، فهذا اسمه الفريم سايز. فبالحاله هاي مثلا هو 132 معناها راح يكون عندي 132 ملم الارتفاع عن القاعده. فبنشوفه هون موجود، هي دي 132S. طب وايش الدي والاس؟ ما بعرف، ايش هاي محدده بتكون بستاندرد بتفصيل اكثر، والاس لها شيء معين تكون، انا مش متاكد منهم بالضبط، في ستاندرد عالمي بيحدد هذا، بس انا بهمني هذا انك تحاول تطلع الفريم سايز اللي هو 132S. ايش عندنا كمان هون؟ عندنا 60 هرتز. 60 هرتز هذا اي فريكونسي؟ امريكا الفريكونسي تبعت السبلاي. على ايش بتاثر ال 60 هرتز؟ ليش بتهمني؟ لا بتهمنا بشيء، ايش بتهمني؟ أوميجا. ليش بتهمني الفريكونسي؟ كان اوميجا؟ اوميجا؟ ليدنج واللاج بتاع الموتور. لا لا باور 60 هرتز السرعة الدورانية تبعت المحرك. ايش قلنا السنكرونس سبيد بتساوي؟ أبل 120 اف على بي، هاي الاف مش هيك؟ فصار عندي، ولذلك الان لما نطلع على الار بي ام، الار بي ام 1770. ليش الرقم هذا 1770؟ عجيب مش هيك؟ مش 1500 ولا 1450، ليش 1770؟ 60 هرتز، لانه هون عندي 60 هرتز. مين بتنبأ قديش السنكرون سبيد راح تكون بناء على هذا الرقم 1770 والرقم اللي هون اللي هو 60؟ 1800. قديش 1800؟ مين حكى 1800؟ تمام 1800. ليش 1800؟ لانه من 60 30 بصير عندي 1800 بتساوي 120 في 60 على بي. قديش بي اذا؟ قديش تطلع معنا بي للحاله هاي؟ 120 في 60 على 1800 اللي هي بتطلع 4 مش هيك؟ 4 ربع. لا 4 تمام مضبوط؟ اذا عندي اللي هي بي بتساوي 120 في 60 على 1800 مضبوط مش هيك؟ 4 بتطلع. اذا ايش هاي وحدتها؟ ايش وحدة بي؟ بولز بير فيز. بولز بير فيز، عدد البولز بير فيز. اذا صار عندنا هي 60 3 فيز. الكلاس اف متذكرين حكينا عن الانسوليشن كلاس؟ ما حكينا انسوليشن كلاس، ما حكيت عنهم. انسوليشن كلاس اي وبي واف واتش، بتحكي لي عن قديش ارتفاع درجه الحراره داخل المحرك. الكلاس اف وحده من هذول الانسوليشن كلاس بتعبر عن درجه الارتفاع الحراره في داخل المحرك، فهذا المحرك كلاس اف. نيما نومينال افشنسي، ايش الافشنسي؟ يعني ايش بتحكي؟ اي افشنسي؟ العلاقه بين ايش وايش الافشنسي؟ اوتبوت، اي اوتبوت؟ ميكانيكال. الاوتبوت ميكانيكال باور على انبوت الكتريكال باور، تمام؟ اذا هو بالحاله هاي معطيني اياها 91.7%. وعندنا الافشنسي الثانيه باور فاكتور 0.18. شكل عجيب هون، انا ما عمري شفت حد بحط الباور فاكتور كريشو، بس هم مختارين يحطوها هون. عاده ما بنقول الباور فاكتور 81%، دائما بنقول باور فاكتور 0.81، بس يعني هي موجود هون الباور فاكتور 0.81. طيب هذول على اي كونديشنز بدهم يكونوا؟ لما نقول الافشنسي 91.7 والباور فاكتور 8.81 على فول لود. دائما حكيت لكم المره الماضيه، دائما هذول بنحكي عنهم عن فول لود. لما يكون عندي الريتد كرنت، الريتد كرنت مثلا 21 18.8 9.4. طلعوا الفولتج اللي هون 208 ل 230. اي فولتج هذا؟ هذا الفيز. هلا هو حسب الكونكشن، احتمال انه هذا بقدر اعمله كونكشن ستار او دلتا، او انه له اكثر من ريتد فولتج.
بس هذا بده يكون اللاين فولتج. فاللاين فولتج يا بكون 460 يا بحطه ما بين 208 و 230. هدول فولتجز مختلفة. فبصير عندي هون 460 بصير الريتد 9.4. احتمال انه هذا بقدر اوصله ستار دلتا. مش احتمال يكون كمان هو ماخذ سنجل فيس في الحالة الأولى من 208 ل 230. لا 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 هذا ثري هذا كله المحرك كله 3 فيس. كله فهذا هون الرقم ل 3 فيس. هلا هو مش مبين بس في احتمال انه يكون في حالة مشبوك ستار وفي حالة مشبوك دلتا. ففي حالة هاي 460 بكون الكرنت أقل، في حالة اللي هون هاي دلتا ما أنا مش متأكد هون بده أعطيني رينجز مختلفة لهم. حكينا عن إذا حكينا عن الإفشنسي هاي 40 سي 40 سلسيوس 40 ديجري سلسيوس شو متوقع يكون هاد؟ درجة حرارة المحيط اللي لازم يشتغل فيه، ما لازم يزيد درجة الحرارة هون عن 40 ديجري سلسيوس. نعم الأمبي كونت هاي أمبيانت كونتينيوس. أمبيانت يعني الظروف المحيطة فيه، إنه درجة الحرارة الظروف المحيطة فيه ما لازم تزيد عن 40 درجة. كونتينيوس يعني كونتينيوس ريتينج بيقدر يضل شغال باستمرار على هاي الظروف، بيقدر يشتغل على فول لود إذا كانت المحيطة فيه 40 درجة بشكل مستمر. كيف في أشياء تانية هون؟ في كأنه في كرنت ترانسفورمر هون بس هذا إشي إضافي. الـ HP الـ IP هاي الـ IP 55. إيش الـ HP؟ هورس باور. قديش الهورس باور بيساوي؟ الهورس باور 1 هورس باور بيساوي 746 واط. عن اي باور بحكي هون؟ بنتجها اللي هي ميكانيكال اوتبوت ميكانيكال باور. الاي بي 55 متذكرين ايش الاي بي ريتنج؟ انجرس بروتكشن ريتنج. الخمسه للسوليدز والخمسه الثانيه للليكويدز. ليش حاطه مع الهورس باور؟ غريب صح. 1770 قديش السليب لهذا المحرك؟ 30 RPM. بس لازم اقسمه حتى احوله لرقم من 0 ل 1. على ايش بقسمه حتى احوله من رقم من 0 ل 1؟ السليب عادة لازم احوله رقم من 0 ل 1 بعمله نورماليزيشن، بقسمه على 1800 عشان يعطيني بالسنت. اذا السليب ات ريتد كونديشنز بكون السليب يساوي 30 على 1800. قديش بيطلع 30 على 1800؟ ليش قسمت على 1800؟ وين ال 1800 اجت؟ 1 على 60 سينكرون سبيد. 1 على 60 عرفت قديش؟ مش ثابت ال 1800 صح؟ قديش؟ مش ثابت ال 1800 صح؟ 0.016 ال 1800 هي السينكرون سبيد. مين اللي بلف على السينكرون سبيد؟ الروتر. ايش الروتر؟ الماجنتيك فلكس دنسيتي لانه هذا اندكشن موتور. هل هذا سينكرونس موتور ولا اي سينكرونس موتور؟ اي سينكرونس موتور. اذا هذا بيشتغل على مبدا الاندكشن مبدا الحذف. والا كانت السبيد ما راح تكون 1770. لو هذا سينكرونس موتور شو كان راح تكون السبيد هون؟ ماكسيموم 1200 1800 كان راح تكون، لانه الروتور تبع السينكرونس موتور هو اللي بلف على السينكرونس سبيد. تمام؟ معلش دكتور انا تلخبطت هلا. لما يكون سينكرونس سبيد المفروض تكون عاليه. كيف يعني عالية؟ اللي هاي بتوصل لأكثر. أوكي هاي بس من هون. هلا أنت حكيت.